ان شاء الله يا جماعه نبدا نتكلم عن برنامج الاوتوكاد. برنامج الاوتوكاد اول ما بتسطبه بيبقى الصفحه اللي قدامنا بالشكل ده. خلاص المسطره اللي فوق دي بتعرفك اسم البرنامج، الاصدار بتاعه اوتوكاد مثلا 2013. بعد كده بنيجي هنا بنلاقي اللي هو اسم الفايل اللي انت هتحط. طبعا الديفولت بتاعك لما تيجي تفتح اي فايل بيبقى اسم الفايل دروينج واحد، ده اول ما تفتح اي فايل خلاص يعني ده اسمه الطبيعي. بعد كده انت بقى لو عايز تسميه مثلا بلان نمبر 1 مثلا بتعمل له سيف اس باسم بس. خلاص الحاجات اللي موجوده على الشمال هنا اللي هي بقيه المسطره دي، احنا نبدا نعرف بس الحاجات اللي ايه الحاجات اللي موجوده جوه الصفحه قبل ما نشتغل في البرنامج نفسه. احنا عايزين نعرف ايه التولز اللي هنستخدمها. الحاجات اللي على الشمال دي حاجه اسمها اللي هي كويك اكسس. يعني ايه كويك اكسس؟ يعني انت اي زرار من هنا جوه التولز عايز تستخدمه سريعا بتطلعه بره هنا. طب اطلعه ازاي بره؟ ايه مثلا عايز تعمل نيو فايل، بدل ما تروح انت تعمل هنا فايل تعمل فايل وتقول له عايز اعمل نيو فايل، فممكن تضيفه بره النيو. طب هو كده مفتوح ولا مقفول؟ مفتوح. مفتوح يبقى هو ده اللي هو النيو فايل. اللي هو النيو فايل خلاص. ده عايزين نقفل كله، دول مفيش مشاكل القائم دي كلها. طيب يا باشمهندس رامي يبقى هو بص هو فاتح ايه؟ فاتح النيو ده اللي هو باي ديفولت، فاتح نيو اوبن وسيف وسيف از وبلوت اللي هو الطباعه واندو اندو ريلود اللي هو ايه قبل وبعد يعني عملت حاجه ترجع له وهكذا. وحاجه اسمها الورك سبيس. في حاجات بقى ثانيه كتير انت عايز تضيفها ضيفها خلاص. وحاجه اسمها الورك سبيس. ايه الورك سبيس ده؟ الورك سبيس ده يا جماعه اللي هو شايف انت الشريط ده لو انا قفلته اختفى. طب انا فتحته ثاني مش مهم. هو ايه الورك سبيس؟ الورك سبيس ده الاشكال المختلفه اللي بتستعرض شكل الاوامر اللي انت بتستخدمها عشان ترسم في الاوتوكاد. يعني الطبيعي لما انت بتسطب برنامج بيطلع لك درافتنج اند انوتيشن. ايه درافتنج اند انوتيشن ده؟ اللي هو الشكل ده اللي هو الفورمه بتاعت الاوتوكاد. الاوامر موجوده في قائمه اسمها هوم وانسرت وانوتيت ولاي اوت ومش عارف ايه. خلاص انا عن نفسي واحد من الناس شكل القائمه دي غير محبب ليا او مش بيساعدني ان انا ابقى سريع وانا برسم. طب في قائمة دي تاني؟ تعال نبص. في قائمه اسمها 3 دي بيسكس و3 دي موديلنج. دول اكيد مش بتوعنا احنا، مش بتوع مدني خلاص، دول بتوع ميكانيكي اللي هو قوائم بتساعدك على الرسم في 3 دي. طيب ايه تاني؟ في الاوتوكاد كلاسيك. الاوتوكاد كلاسيك دي هي الاقرب في توقيعها ليه. ده المنظر بتاعك لو انت فتحت سطبت البرنامج من الكويك اكسس اللي هي الكويك اكسس دي ورك سبيس. ورك سبيس ده بيديك الاشكال المختلفه زي ما قلنا. فتحت سبت من درافتنج انوتيشن رحت دايس على مين؟ طبعا انت لما تسطب برنامج مش هيبقى عندك مين هنا؟ انجرامي دي انت اللي بتختلقها. هعلمك ازاي تختلقها. انجرامي دي قائمه انا حطيتها فيها كل الحاجات التولز اللي انا عايزها كمهندس مصمم. ازاي خلق النهارده ان شاء الله موضوعنا ان احنا ازاي نعد القائمه بتاعت البرنامج اللي هي انا بستخدمها طول حياتي في التصميم معايا. ممكن القائمه دي في يوم من الايام ان انا ازود عليها حاجات واسيف تاني، يعني ممكن اشيل منها واسيف بحيث ان انا مش كل مره افتح البرنامج هبدا ان انا اعمل القائمه الجديد بعملها مره وخلص الموضوع. طيب ازاي يا باشمهندس رامي نعملها؟ فتحنا اوتوكاد كلاسيك دي، هقفل ده كلوز واقفل الحاجات دي. الحاجات اللي هتلاقيها انت مفتوحه هتلاقي في قائمه عندك هنا على اليمين وقائمه على الشمال. ايه اللي يعرفني دي قائمه؟ القائمه يا جماعه عندك دي اللي هي بدايتها سودا. شايف انت البدايه السودا دي؟ دي كده بدايه قائمه. شايف دي؟ دي بدايه قائمه. طب انا عايز اطلع الكارما دي بره، اروح اطلعها من هنا امسكها من الاسود اهو كده انا بطلع القائم صح ولا لا؟ طيب يا باشمهندس هي الاوتوكاد في عايز حد يقول لي كده هنا في كام قائمه؟ مفتوحين في كام قائمه؟ ادي قائمه 1 2 3 4 5 6 7 8 صح كده؟ طب هل هم الاوتوكاد عموما هم كلهم هندسه فيهم 8 قائم؟ لا اكيد اكتر من كده، بس دول اللي هم ايه؟ مفتوحين لي دلوقتي في اوتوكاد كلاسيك دي. اوتوكاد كلاسيك ده بديل مين؟ درافتنج اند انوتيشن. اند انوتيشن يعني هنا في اوامر وهنا في اوامر وهم الاثنين واحد ولا لا؟ بس ده شكل وده ايه؟ شكل. انا هو يعني من وجهه نظري طبعا انا شفت كل الاشكال، من وجهه نظري القائم اللي انا هوريها لك دي اللي انت بس ايه؟ محتاجها ويمكن محتاجها واكتر من يعني بزياده كده. طب اجيب منين القائم؟ هل هم 8 قائم في الاوتوكاد؟ لا. هتعمل كليك يمين على اللي هي المسطره السوداء اللي فوق دي كلمه ايه؟ اوتوكاد. هتلاقي ايه بقى؟ كل القائم. او لو احنا عدينا كده المعموله لهم صح، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 هم دول اللي مفتوحين بره صح؟ طب هل انا محتاج منهم ايه بقى؟ طبعا احنا بنسجل دلوقتي بحيث ان انت مش هتكتب. هقول لك دلوقتي اللي احنا محتاجينه. طبعا انت لما تيجي تفتح التسجيل وتبص هتبقى عارف ايه القائم ايه اللي احنا محتاجينه. احنا كل اللي محتاجينه
محتاج القايمه الدايمنشن مبدئيا. بص انا فتحت الدايمنشن دي راح نازله لي. بص عايز اعرف اسم التايمر اللي نزل دي صح ولا غلط. تعالى عند العلامه السوداء دي دايمنشن تمام كده. كليك يمين بعد دايمنشن محتاج درو. اوكي درو اوردر دي انا مش محتاجها. لو قفلتها هتلاقيها اختفت، كانت موجوده هنا درو خلاص. بعد كده يبقى انا محتاج درو لايرز. لايرز 2 دي انا محتاجها. هي نزلت هنا لاير 2 دي اللي هي لاير 2. طب اللاير 2 دي محتاجه فين؟ ما احنا لسه ما اتكلمناش. احنا دلوقتي احنا بنعرف الشاشه بتاعت الكاد، بعرفك ازاي ان انت تحط قوائم الرسم اللي انت كمصمم انشائي محتاجها او انت كمهندس سيفل محتاجها، وازاي ان انت تسيفها عندك بحيث انها ما تتوهش منك بعد كده. ده لسه بعد كده هنبدا نخش جوه كل قائمه بتعمل معانا ايه خلاص. وده غالبا هدفنا النهارده في الحصه. لاير 2 موديفاير انا محتاجها. الاوبجكت سناب دي اللي هي الاوبجكت سناب اللي هي دي. في بعد كده بروبرتيز دي انا محتاجها. في الستاندرد الستايل دي انا مش محتاجها. بعد كده في الفيو. بعد الفيو الورك سبيس دي براحتك اللي هي شايف القايمه دي اللي هي الورك سبيس. مش انا مطلعها اصلا في الكويك اكسس. الكويك اكسس دي يا جماعه مالهاش علاقه بالقوايم دي، اختصارات حاجات معينه انت عايزها بتدخلها جوه عندك بسرعه. فلو انت هتطلعها عندك في الكويك اكسس خلاص مش لازم تعمل لها قايمه. مش لازم. فاهم قصدي ايه؟ يبقى احنا نجيب. يبقى انا باشمهندس هنا طلعت القايمه. بتبدا ان انت ترص القايمه بتاعتك دي الستاندرد. بص امسك دي دخلها شمال شويه ودي هنا شويه. يبقى انا بالنسبه لي كده عندي كام قايمه؟ قايمه عشان في الفيديو الستاندرد اللي هي ممكن نعم تسعه. احنا حتى ممكن ايه نخلي دي كده ننزل لير 2 نزل لير 2 جنب لير. يبقى ستاندرد الاولانيه بعد كده دي فيو بعد كده ليرز بعد كده ليرز 2 بعد كده دي اللي هي بروبرتيز اللي هي خصائص دي الاوبجكت سناب دايمنشن خلاص. وفي قائمه بقى على الشمال بنحطها اللي هي قائمه درو، وعندنا قائمه على اليمين اللي هي قائمه موديفاي. يعني يا جماعه برنامج الاوتوكاد كله قائم على ان احنا عندنا قائمتين رئيسيتين، قائمه اللي على الشمال اللي هي الدرو دي اللي هي برسم بيها، قائمه على اليمين اللي هي موديفاي اللي هي بعدل بيها. مثلا على اليمين برسم خط، برسم مستطيل، برسم دايره، برسم اي حاجه. وهنا مثلا بعدل، بمسح اريز، بعمل كوبي، بحرك موف، بعمل روتيت. يبقى التعديل يبقى هم عندي قائمتين رئيسيتين. القائمه اللي فوق دي كلها بتخدم على القائمتين اليمين والايه الشمال. امثال مثلا قائمه دايمنشن. قائمة الدايمنشن دي بتعمل ايه؟ بتقيس. طب انا يا باشمهندس خلصت خلاص القوائم دي تمام وعايز اسيفها، اسيفها منين؟ إيه؟ انت بتقول ان ده شكل. طب هي الاشكال كانت في كويك اكسس صح؟ يا باشمهندس احنا الكويك اكسس دي احنا عايزين نسيفها. فبتيجي هنا بعد الخط ده الخط ده كده سيف كارنت اكسس نسيفها مثلا مثلا يعني اي حاجه طارق مثلا و تيتو. ماشي طارق خلاص يا باشمهندس. حصل اي لخبطه ولا اي حاجه باظت ايه ده الاوامر اتزاحت ومش عارف ايه جبنا بتاعت ال 3 دي موديل من ورك سبيس ببساطه هتلاقي هنا طارق وتيتو اللي انا سايفها في البيت عندي او انج طارق او انج تيتو خلاص افتحها ترجع زي ما هي خلاص. يبقى كده احنا عرفنا الشريط اللي هو الاولاني اللي هو فيه اسم البرنامج واسم الفايل نفسه و الورك سبيسنج بتاعتي اللي هي طارق وتيتو اللي احنا ظبطناها. والكويك اكسس دي لو انت حاجات سريعه عايزها. في قبل ما نعرف احنا دلوقتي عندنا تسع قوائم تحت. شايف انت دي القوائم المنسدله دي عارفها اللي هي القوائم المنسدله دي خلاص لسه هنتكلم عنها. تحتيها احنا قلنا على كام قائمه خلاص ظبطناهم تسع قوائم. القوائم المنسدله دي بقى ايه هي؟ فايل ده طبعا كل برنامج في الدنيا فيه نيو اوبن وسيف وسيف از وبلوت والكلام ده ودي اللي هي مين؟ الملفات الله ينور اخر ملفات انت فتحتها تمام؟
ايديت ده اللي هو لو انا عايز اعمل تعديل كوبي وقط للملف كله، يعني ايه؟ يعني انا مثلا هعمل دلوقتي رسمه اسمها مثلا عماره تيتو، العماره بتاعت تيتو خلاص. العماره دي ملف صح، ملف روتين. لو انت عايز تنقل الملف ده من بارتيشن الاي لبارتيشن السي، يعني ايديت ده للتعديل الخارجي مش الداخلي. خارجي يعني ايه؟ يعني انا امسك الملف انقله من فولدر لفولدر، ده بره في الكمبيوتر. اوكي. انما موديفاي يعني ايديت ايه؟ يعني تعديل، يعني ترجمه حرفيا ايديت تعديل. طب موديفاي يعني ايه برضه؟ يعني تعديل. بس موديفاي ان انا اعدل جوه الرسم، اعمل كوبي لحاجه جوه العماره، اشيل حيطه، اشيل عمود، اشيل كاميرا اللي هي. ولو تلاحظ ان خلالك الله ينور عليك يا طارق، في قوائم بره احنا حاطينها موجوده برضه في القوائم المنسدله، زي ايه هندسه؟ زي مثلا قائمه فيو. هي دي قائمه فيو، هي قائمه فيو. طب ما احنا عندنا باشمهندس رامي في حاجه موديفاي. طب موديفاي هي ايه؟ موديفاي مع الدايمنشن. طب الدايمنشن هي ايه؟ دايمنشن درو. هي مين؟ درو. زي ايه بس يا باشمهندس؟ حاجات زياده. ابتدي بيقول لي دي حاجات زياده، مفيش مشاكل. مثلا سي ده مثلا في موديفاي ده امر اسمه اري. بس ده ايه اري؟ ايه راكب؟ ريكتانجلر اري. الاري ده يا جماعه امر في الكاد بيكرر لي حاجه مستطيع. مثلا سريعا جدا جدا، ده بس للتوضيح مش اكتر، ده مستطيل صح؟ لو انا عملت اري للمستطيل ده ودوست انتر، كرره يعني ايه بقى؟ ريكتانجلر اري يعني بيكرره في اتجاه الاكس والواي زي مستطيل كده، بيفرش كده، امر بيكرر خلاص. طب انا لو انا عايز اكرر الاوبجكت ده بس على الداير، مش مستطيل، مش موجود فين؟ في القائمه الخارجيه دي. لذلك هو هنا بيدي لك بس ايه؟ ريكتانجلر بس. اما لو دخلت على قائمه موديفاي ورحت الاري هتلاقيه بيدي لك كام حاجه بقى؟ ريكتانجلر اري اللي هي بره، ومديك بولر اري، وفي حاجه اسمها باس اري، يعني دي كذا اوبشن. دي خد عندك بقى كذا حاجه من دول برضو موجود فين؟ هنا يعني مثلا لو جبت مثلا سي انا خلاص شلت ده، لو جبت مثلا ترسم دايره هنا، لما تيجي ترسم دايره طبعا احنا لسه هنتكلم عن دي، ان التعامل ما بينك وبين الاوتوكاد عن طريق يا اما بالشاتنج، يا اما تكتب اختصار الرمز. يعني مثلا عايز ترسم لاين، عايز ارسم خط، انا برسم خط ازاي؟ بالزرار، يا اما بكتب اختصاره هنا انتر زي ما تيتو كان بيقول من شويه. طب اختصار لاين ايه؟ ال انتر، ال حرف ال. لما دوست ال ال خلاص انتر، هو بص حتى اول ما انا عملت ال راح هو عمل لي ال وما بين قوسين ايه؟ لاين خلاص، يروح هو كده مفعل لك امر الخط. او ان انا ما اعملش كده واعمل على الزرار لاين وارسم لاين. يا جماعه دي مدارس. انا الحمد لله رب العالمين، يعني من الناس اللي بترسم بسرعه الحمد لله للغايه في الاوتوكاد خلاص، وعمري ما اتجهت ان انا ارسم بالرموز. وشركه اوتوكاد اوتوديسك نفسها في توجهها الحديث بتلغي موضوع الاختصارات ده، يعني في الريفت هي لغت الموضوع ده تمام، او حجمته قوي، عايزه الناس تعتمد على انها تستخدم الزراير اللي موجوده في البرنامج ده التحديث خلاص. ده موجود، ده موجود. انا يعني في هنا، في عندي هنا ورقتين هبقدهم لكم ماشي، فيها اختصارات كل حاجه في الدنيا. يعني عايز تعرف اختصار لاين بايه خلاص، هو اعود نفسك بس من الاول، اتعود نفسك تشتغل بالزراير، يا اما تعود نفسك تشتغل بالاختصار خلاص. ده حاجه وده حاجه، بس انا افضل انا ودي مدارس، يعني في واحد يحب يشتغل زراير، في حد يشتغل اختصارات، وده صح وده صح. وفي ناس هنا سريعه، الناس هنا سريعه جدا، وفي ناس هنا برضه سريعه ما شاء الله. يبقى انا بالنسبه لي القوائم اللي موجوده المنسدله اللي موجوده عندنا دي، في منها قلنا موجود بره زي الدرو، ايه تاني؟ دايمنشن والموديفاي والفيو. في بقى حاجات ثانيه بالنسبه لي احنا انسيرت دي، لو انت بتعمل حاجه بلوك مثلا عامله خارجي قبل كده ومسيبه عندك في المكتبه، تقدر تستدعيه جوه الملف اللي انت شغال عليه، ده انسيرت. فورمات ده يا جماعه دلوقتي انا عايز سي يعني اعمل اقيس الخط ده، اقيسه بايه؟ دايمج صح؟ اقيسه من هنا لفين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الكتابه صغيره ولا كبيره؟ صغيره. طبعا انت لو عايز تزوم تعمل زوم بالسكرولر صح؟ كتابه صغيره. طب انت المفروض دلوقتي عايز تعمل ايه؟ اكبر. عايز اكبر الكتاب. ايه بقى هنا القائمه المسؤوله عن اكبر الكتابه واصغرها مثلا؟ مين يا عم؟ فورمات. انت عايز تكبر دايمنشن ولا لاين ولا تكست؟ تكست. لا ده دايمنشن. يبقى انت هتروح فورمات ايه بقى؟ دايمنشن. سريعا كده بس انا بوريك خلاص. يبقى ايه اللي انت كارنت دايمنشن ستايل؟ حاجه اسمها ايه؟ ايزو ايه؟ انت ممكن بقى تعمل دايمنشن اسمه طارق، دايمنشن اسمه ديدو، دايمنشن اسمه رامي، دايمنشن اسمه احمد،
وده مش اسمه دايمنشن 1 ودايمنشن 2 عيش باشكال مختلفه بابعاد مختلفه. طب منين باجي مثلا على ايزو ده اوريك؟ انا ممكن اعمل نيو صح، ممكن اعدل اللي موجود موديفاي، اعدل سريعا بس كده. انا عايز اعدل في مين؟ في التكست بتاع الدايمنشن صح. سريعا انا يا باشمهندس هو التكست هايت اخليه مثلا بدل 2.5 15 كده يكبر ولا لا؟ اوكي كلوز. اه باشمهندس بالنسبه لي كبر كده ولا ما كبرش؟ خلاص يعني انا باشمهندس عايز اكبره قوي عشان الاحظ بس الفرق. دايمنشن فورمات دايمنشن ستايل موديفاي ورحت للتكست. بس اذا لسه تيجي الرسم الهندسه حاجه ليه؟ الرسم الهندسه العادي بيبقى على نفس الخط بتاع 2.5 صح؟ ده في الرسمه اللي بتطلع الرسمه عموما؟ والله يعني طبعا انا ما بقاش حافظ ده. انا بالنسبه لي كل اللي انا بعمله ان انا بشوف الدايمنشن ده هل مناسب ليه ولا مش مناسب. لو مناسب بسيبه، مش مناسب عايز اكبره واخش اتحكم فيه زي ما انا عايز. ماشي. ولسه انا هتكلم معاكم عن القصه دي بشكل اكبر من كده، بس انا ده سريعا انا بقول لكم تمهيد لموضوع يعني ايه قائمه فورمات دي عموما. طبعا قائمه فورمات دي مش مسؤوله بس عن الدايمنشن ستايل، مسؤوله عن حاجات ثانيه كتير يعني. طب ماشي تمام. طب انت بتنقل. طيب انا ممكن اخلي ده مثلا سي 50 50 ده هيبقى كبير جدا، كبير قوي. يبقى انا اقدر اتحكم، واقدر اتحكم على فكره في نوع الخط، واقدر اتحكم في شكل السهم وقد ايه، وده هنتكلم عنه. خلاص يعني هنتكلم عنها براحتنا ان شاء الله. طبعا انا دلدت الكلام ده، يبقى دي قائمه فورمات. طبعا ممكن قائمه فورمات اتحكم مثلا في التيبل ستايل، شكل التيبل، شكل الكتاب، شكل النقطه. يعني مثلا سي ادي النقطه، مش دي بوينت؟ مش ده قائمه درو؟ اقدر اقول له انا عايز ارسم نقطه، رسم لي نقطه. دي نقطه صغيره قوي ولا لا؟ اللي هي دي اهي صح ولا لا؟ مش دي نقطه؟ دي شكلها صغير قوي صح؟ ما فيش نقطه غير شكل النقطه دي. يعني انت عايز تقصد تقول عايز اشكال مختلفه من النقاط؟ اه من قائمه دي برضه فورمات. ايه يا عم؟ بوينت ستايل دي اشكال النقاط. ده انا عايز الشكل ده. اوكي ارسم. بص هو حولها لي، عايز نقطه ماشي، عايز تخرج من الامر. بص يا جماعه، طول ما انت الكرسر بتاعك كروس وفي في النص مستطيل، يعني الماوس بتاعك كروس كده وفي مستطيل، يبقى انت كده بدون اي اوامر. ازاي اعرف ان انا على امر؟ يعني بعمل جوه امر. لو انت مثلا سي عملت لاين، هتلاقي نفسك من غير المستطيل، او مثلا عملت نقطه من غير المستطيل وهكذا. ماشي. ده بالنسبه لي اللي هي قائمه فورمات لتعديل بعض الاشياء هنتكلم عنها. تولز بالنسبه لي شويه تولز كده بنستخدمها لقياسات معينه، ودي هنعرفها قدام ان شاء الله. دي قائمه تولز. درو قلنا خلاص، ده داي درو، دايمنشن قلناها، موديفاي قلناها. البارامتر دي حاجات يعني شغل 3 دي اكتر او ميكانيكال اكتر، مش شغلنا احنا. حاجات كده دايناميك مش عارف دايمنشن. قائمه ويندو دي قائمه الابتصار للملفات. دي قائمه ظريفه جدا جدا، بقدر استفاد منها في حاجات كتير. زي ايه يا باشمهندس؟ احنا دلوقتي فاتحين ملف اسمه ايه؟ دروينج وول. طب انا لو عايز اعمل ملف جديد، يا اما تيجي من هنا حرف الايه ده اللي هو الفايل، يعني هعمل نيو صح؟ او ناجي من هنا اعمل ايه؟ كويك اكسس نيو. هيقول لي مش عارف اكاد مش عارف ايه. اه ده اللي هو الستاندرد بتاع الاوتوكاد. فتح لي كده ملف جديد صح؟ اسمه ايه؟ درونج 2. كده الاوتوكاد فاتح كام ملف؟ درونج 1 ودرونج ايه؟ اللي ظاهر لي انا دلوقتي مين؟ طب انا عايز اجيب درونج 1، اجيبه منين بقى؟ ويندو درونج ايه؟ يعني مثلا فاتحين مشروع فيلا الحاج محمد السيد وعماره مش عارف مين ومستشفى مين. هتفتح ويندو، انا في بعض الاحيان بقى فاتح هنا مثلا اكتر من 30 مشروع وابدا اقلل ما بينهم. طب مثلا انا فاتح مشروعين وعايز اظهرهم مع بعض، اقول له مثلا زيروم لي راسيين على الشمال درونج 2 وعلى اليمين ايه؟ درونج 1. ممكن اخد حاجه من هنا كوبي واجي هنا احطها بيست في مشروع لمشروع. طب انا عايز اظهرهم مثلا افقي، اقول له مثلا يا باشمهندس ظهر لهم لي هورزونت. خلاص. طب لا ده انا عايز ان انا اقلبهم كاسكاد، ده اللي هو يديك ال 30 مشروع اهو اهو اهو. لا انت بقى شوف انت عايز مين مثلا وزيرو، ايا كان دي اوبشنز انت براحتك. طب يا باشمهندس رامي انا هقفل يا عم ده، لا مش هسيف، وده مش هسيف. الله ايه اللي بقى لي بقى دلوقتي؟ لا ده اللي هو البرنامج نفسه، سطح البرنامج. يبقى انا بالنسبه لي يا جماعه برنامج الاوتوكاد هو سطح
وفي جواه مجموعه ملفات مشاريع، ممكن يكون مشروع 2 3 4 50 الف مشروع واتيبر، مش فارقه كتير، ممكن تبقى فاتح اكتر من 10 مشاريع وبتتنقل شغال على مشروع منهم، وبتتنقل من مشاريع مشابهه انت عندك بتاخد منهم كوبي، يعني ممكن تبقى شغال في مشاريع طرق مشروع فتح، وفي مشاريع طرق قديمه فيها مثلا جداول معينه حاجات انت بتستخدمها تفتحهم مع بعض، تبدا تاخد من ده كوبي من ده كوبي، ودي دي حرفيتك او فهمك حاجه زي كده. هعمل نيو متوقع ان هو يبقى الفايل الجديد اللي هتبعته اسمه ايه؟ درونج 1. لا متوقع ده اسمه ايه؟ درونج 3. هم سايب عنده. انا كده كده المسمى ده ما يفرقش معايا في حاجه، ليه؟ لان انا عايز ما مسحش الملفين. لا مسحهم، بس هو من اول ما عمل، من اول ما انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وفتحت برنامج الاوتوكاد، اي فايل اسمه عنده درونج 1. لو انا قفلت البرنامج دلوقتي كده خالص وفتحت الفايل اللي هيفتح اسمه درونج ايه؟ 1. تمام قصدي ايه؟ تمام؟ ماشي. يبقى ده يا باشمهندس مجموعه الايه؟ القوايم، وده طبعا هيلب لو انت عايز اي هيلب من الايه؟ من الكاد او كده، حاجات طبعا مش هتلجأ لها. هنقول مجموعه القوايم التسعه اللي احنا خلاص دي هنتكلم عنها بالتفصيل. طبعا الشاشه اللي قدامنا دي اللي هي مين؟ شاشه الرسم بتاعت البرنامج. ننزل تحت. ايه يا باشمهندس الاسود ده وايه الابيض ده؟ الاسود ده يا جماعه اللي هو قصدي اللي هو اللون اللي هو الرصاصي ده، دي شاشه المحادثه اللي ما بينك وبين الكاد. يعني اي اوامر انت بتكتبها، يعني مثلا لاين ال انت بص هو ده فاضل سيرك مثلا، خلاص اي حاجه انت بتكتبها، اي حاجه انت بتعملها قياس دايمنشن، بص دايمنشن دي مش عارف اوفست مش عارف موف روتيت اي حاجه، يعني ده اللي هو ال الكلام او الشغل اللي انت بتعمله في البرنامج هو بيسيبه ككتاب زي الدوس كده. لو انت مثلا عايز تسترجع حاجه، انا نفسي ما بلجاش قوي لحته ان انا افتح الشات اشوف ايه اللي تم، يعني الا نادرا يعني، او في بعض الاحيان ببص مثلا عايز اعمل روتيت بزاويه 135 درجه، وبعد عملتها قلت لا دي شكلها مش 135 بسرعه كده، اروح فاتح ده ايه ده ده 120 مغلوط طالع فعلا صح. فاهم قصدي؟ بيسجل كل حاجه، اي حاجه انت بتعملها خلي بالك، وخلي بالك اي حاجه انت بتعملها كرمز بتدوس عليها هو بيكتبها، يعني مش شرط ان انت عشان عملتها رمز وما كتبتهاش اختصار هو ما كتبهاش، هو بيكتب اي حاجه، انما طريقه حصولك على اي امر ممكن يكون بوسيلتين، انك انت تكتب اختصار الرمز ده او انك انت تكتب تعمل الايه؟ الحرف بتاعه. يمكن انا اختصارات الاوتوكاد اي بالنسبه لي ده drawing comments اللاين اللي انتر واللايت مش عارف ايه ريكتانجلر، يعني وخلي بالك ده اللي هو مين؟ دي اختصارات الاوامر اللي موجوده في قائمه ايه؟ دلوقتي. اللي هي موجوده هنا على الشمال، ودي موديفاي اللي هي فين؟ على اليمين. هم مهم اثنين، وبعد كده في حاجات بقى ثانيه كتير اللايرز والشجره مش عارف شورت كام، دي كل الاوامر تقريبا اللي موجوده، ممكن اديها كره تطبعها لو حابب تعود نفسك عليها دي حاجه ترفعها. طب ده يا باشمهندس الشات اللي ما بين ده بقى ايه؟ شايف انت القائمه البيضاء دي؟ تايب اوف ايه؟ تايب اوف كومن. ايه تايب اوف كومن؟ ده اللي هو نوع الامر، اللي هو لو انت سي يعني عايز تكتب امر هتروح مثلا سي كاتب ريكتانجل خلاص اختاروا ار اي سي خلاص انت بيبدا ان هو يقول لك بقى انت عايز ريكتانجل ده تخانته قد ايه ومش عارف ايه الفيجن وعرضه قد ايه الكلام ده كله، يبقى الشات اللي ما بينك وما بين الكاد عن طريق مين؟ اللي هي تايب اوف كومن. لازم وانت بتشتغل عينيك تبقى على قائمه تايب اوف كومن تشوف هو بيقول لك ايه، وده هنشوفه احنا مع بعض ان شاء الله. لا تبقى التواصل اللي ما بينك وبين البرنامج عن طريق القائمه دي اصلا، حتى لو انت هتشتغل الرموز لازم التواصل ما بينك وبين البرنامج عن طريق القائمه. يعني مثلا على مثال بسيط كده يا طارق، لو انا دلوقتي عايز ارسم دايره هقول له سيركل صح؟ هدوس سيركل اقرا تحت بقى يقول لك ايه؟ بيقول لك امرك اسمه ايه؟ بيقول لك سبيسيفاي ايه بقى؟ سنتر بوينت فور سيركل، يعني فين السنتر؟ هقول له هنا. تاني حاجه راح قايل لك ايه؟ سبيسيفاي ايه؟ ريديوس اوف سيركل خلاص، هقول له هنا الريديوس بتاعي 50 مثلا متر مثلا خلاص. لو انا عايز دام عايز ادخل الدايمتر اللي هو هيبقى 100 صح؟ يبقى اكتب له الاول ايه؟ انا عندي اسرع كريم.